نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، وحين سجيس وهرتين تالا حقيقة حاضرة غائبة، أرن حقيقة وضبة وإن يرى الشكيان كتيرين وحاضر أين أرقنه في الصباح والمساء وفي الليل والنهار. صبح يقلب كستوين أرقناه، هبين يمالين كستوين أرقناه، إن بدن وين مقلاي وركيد ودقه نكسر دعا. حقيقة نوع عاسي هدنا قلوب تين ويك مقنتها إن بدن ورات كي أهدين إنو قي يالتو إنو قم يالتو وحي أهدين إنو ترتنا إنو مترتو إن يرو إلهي الدوميس كمي دمو ياني. حقيقة سميد ميلا لوغا بحسن كرو لوغا عرر كرماها قف لبوا الرميسين يهي قال يا مسلم قف شريتان كذا دعيتان كذا ديدن وضفر السني متيره، وهو حقيقة حاضرة يراها الناس بأعينهم، وحقيقة كهرتا لو عنده هذا يكوار كار. هي الموت يا عباد الله وحكلمها وقيردة. قال يا مسلم بوا يقين سن يهي صبح يقلب ضد انتبهين وارقنا وحبالا لوسي وضو هذي هبين بعدك واجريون يان، أنت وين مقلنا ضد أنت بور كودي نسوا قارية، الدرايم بدر وين لقى إن جمدا، أنت هسي قلوب تين واقك ما قنتها، وقت كستوقف كولي ياي، يا قوني يا حالات كسته، بدو كعرر كروك بحسن كرماه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وعد كنت لا نبي محمد أو جريدنا تكعر رسال يا أصبابتي بتبادد أتكد ذا رسال واجبات يا حقوق إلى هيد صارين أدوقت رسال جري أتكبق رسال أو جد موت كاسوايد الله كل مياه كل نفس ذائقة الموت نف ولي بجريدة وردة من دونها وحنال وأن دمنا هين متشروا الله حيّك حياتي دي سو كامل كتاي دمايس كتيران تاي مركا لغا ريبو دمان تين بحق إلهي بل إنو علين دونا الدين ولا نغا كحين دونا. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واروح اسكحك سيا وحد يارصدا ما لدين إنسو غاية حق إلهي سبحانه وتعالى لدين علين دونا. أيها المسلمون عباد الله، هدي مركا إنو ديمانو sida la inaga gaharayo arrinku waa sahlanaan laha. Adduunyada dibkeeda inaynu ka raaxaysano aynu ka nasano ayaana geeridu sababi lahayd. Laakiin maxaa ka dambeeya geerida? Maada bacd almowt uma turaduuna ilaa caalimi alghaybi waalshahaada,
الله سبحانه وتعالى وحي نوم مقضية وحي نقر سون بوك أيال إنهر جين دونا فينبئكم بما كنتم تعملون إله وحي نوشيق دونا إساقوا خبير إنت موقتية إنت قرسون بوك وحقو قالوا وحي نسمين جرني قفوا البعمل كيسي بالوغو ورمي دونا مد كفرحة إيا مد كمرقودة مد هو ناكسنادو إيا مد هو حمادو يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها الدومها يقوح آخر إذن كسوك يا وعملك نبول إلهي حديث القدس وإذن كوب يا وحكم إذن لوي مايو وحي إلهي وإلا بي أنا متشر وما كان ربك نسيا قفنا إلهي وحونا أكسنا وسميك الظلم مايو وحونا أن سمينا إلهي دوشو صار مايو وما ربك بظلام للعبيد إلهي أضومها من الظلم يماها وأعمى شودي خيرها وشرها والذين وفنا يا أبوري إلهي سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله آيدك لنا إلهي وحكويره ثم توفى كل نفس ما كسبت نفو لبقيرد ويرد من دونتا حق يرد كدن بيايا نف والب وحا لو دمهستري دونا وخي اي كسبتي وهم لا يظلمون يظلم الظلمي هين حمانا السمين دوش لو صار هين وانا جاي سمينا ان لا دوتسي هين وانما توفون اجوركم يوم القيامه مركا ديمتان مالن با كسي دمبيه غيري دل يوم القيامه مالن كخلايق دو دم الله ورستاغي دونان يوم يقوم الناس لرب العالمين حق إلهي ونقن دونان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قرأوا ماذا قيام الله تبي دونه قل رحض الله سورده وين دونه يقو قاوان وعقاقا يقو عن كلا السرين دمانتو اتبه الكاسي أي كسي منيهين وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ضد كل بين قريان ماذا بالمرين تلسوا أي نار نقطة والعياذ بالله يمين نار تلقفوا قيئو مالين كامدون بقوليستي وكوا كنار كبد بادي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قف كنار لقى فوقيه جنن لغليا اسغا دبهان غوليسته غوشه دبتي وتا ما احمد احتنيما ما همال ما همغا اي منصب ما هارنا دويو وحا سودن خساره كدنبيه هدي قف كو هلكو دنبين يا نار اي نقطه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور داد كاين فربضان حقيقة دا إنا إلا بال إنا يوسهي قادة وايان محاسابة الانشغال بالدنيا عن الآخرة إنا آخرة كمشغولة وحكة كمشغولة إنا الدنيا وياهي الدنيا دا قيمة درد يدو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى إيا إنا أنا مضنين حقيقة دا إنا لشا دبتاين لقا مشغولة والدنيا دراد ديد لو ضيعوه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة إذن كون مدمد الصعداء ياتمادين وقف لبوية هاي مركيو الرئيسي لابو رسيدوها وقاوية هاي وعقاقية هاي تركي سنوة دميستيرية رقية الدمر عدس إيغي سالما تركتم أهوالي حالة دا أدك باميشي يالا ما وحيلة تبعاناي ما وحيلة هاي لقفو قادي ما هذا حارانتي ماذا الدنيا دي مباحة هيد لكن آخر قفك كمشغول سي ماذا تيو كسهي قادم واي وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وحانو يدين سينا يوردن حق الدنباتك اتمادين قفو حكسي تام مجرو شايق قرى انفعا يقفك بني آدم كاي مركو قيريودو وما عمل في الدنيا من عمل صالح وطاعة لرب العالمين او حد يده انتو جوغي سميوي وعمل وناكسنو الهي درادو سمي شريعه الهي سو دجينا وافقسم كاس ايون بان فعايه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا خير املا ان مضى يا مالكو ودلدلالك قروح دا دويو كوارين دير غرد كاهين بي دكتا ريمها سرا اي دغان وحهر يوام حير راس مالك هاي والتوحيدك وعباداتك
وذكره إلهي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، حقيقة نوع عاسين السجيسة لما أنتم بأن يقيسن لهاي لين 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 قريي قرتي نجوها بسندون تو إن الديار قرونا واجب نجواه إن التاو ديار قرونا أي جوش نيل يبانتنا يبت بعدد النباي كتيرته وحتى نجا مشغولين ينا إن نفتك سوت شيدينه وقفك مسلم كي أدوية درين تشوغو وحوقو حسوس بدأي هاي قيري داي نغطو وحوقو همي بدأي يور وركو بدن كو هايان آخرة ونغو يور استاق إلهي سبحانه وتعالى شقضا وبدن وقبنا يانا اي نغطو مال كاسي إنو صحيقات وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، وحينا أنفع يمال انت إلهي لنهرقي وعملك صالحاء أي الشيطان كون عبيه السقا أيانو كدد على إنو نسيتيه وحكستو إنك مشغولين كرانا إنك مشغولين. ولهذا أبا إلهي والشيقين وعدو قينيه إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدو شيطانك عدو يديه سيد عدو وكل ولا رقم بقول ربي سبحانه وتعالى شقيكم أشره قف كستوا مسلم مد بيني وقارث السنت هيبة قلبي جي سواح كتشر خير تعايل يدونس ولا قدونا أيه يدمر والباي كحرن تهاي هير كوتاجي هاي قف كإيمان كيس فمن زاد إيمانه زاد حبه للخير وحرصه على العمل الصالح، ومن ضعف إيمانه ونقص حبه للخير وحرصه على العمل الصالح. أفك إيمانك سمركز طو كرده خير تعالك سنوا كرده دذالك وخير كد ذال يعني وزيادة وكرده مركز طو إيمانك ضعيف وصرع تعالك يكلق عالك يهمون تخير كقفك وهي ويرادة دذالك سنوا يرادة وصرع. إذن الأمر متعلق بالإيمان أرنتو إيمانك أيه كحران تهاي إيمانك تشنده لغو قليو يقفان الله هين تشنانو قليهين إيمانك نلوش ونكسن لغو قارو من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة واتب وحين هو إيمانك أنه نحوتينه سيخير كأن يوناك أنه أكره تعيل كائن وحي نوحا صحيح آخرين ونقون يانو زيادة إنه كد لالله أسباب تا إيمانك زيادة يوحكستو إيمانك نقصامي وحوصو لغا هده إنه قد عين إنه إلهي وقطوبت كأنه نفتنا إنه كلا جهادنا إنه كلا دلالو. أيها المسلمون عباد الله، إن بضن با ددك مسلمين تا إن بضن وكم إذ خير كايت عليهم وحان الله قيابا إنه خير كيب بلابان با لكن مشكلة دو حوية شوكتين تخيرك إلا وحا اللي نقربا وخيرك إنه شوكتينه وإنما الأعمال بالخواتيم سوري نبي عليه الصلاة والسلام وقيردو هاي نوتي ما أدو إنه عمل ونكسن فراكو هاي إنه عمل ونكسن قبان إنه كشقينين سيلهي سبحانه وتعالى ويري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قيردوا يعني إذين إيمان إذينكو إلهي وهو قان سنو يعني مستسلمين منقادين لله تاسرم حيكو إيمان إيسا إن قفك مسلم كاهي عمل كوناك سن وچوكتيو إلا بلاب وحكا داك وكم مهم سن إن عمل كوناك سن لچوكتيو هدي قفك استو مسلم عمل وناك سن بلاب وچوكتي لها لعم الخير على أرجاء الأرض خيرك عمري لها تهوينك دولك قارضه دن خير بعمري لها. أيها المسلمون عباد الله، سواشا يتهي قفك استوى مسلمة وتعالى الدنيا دنينو كسهي قاتو خير يوناقنا وكد دالو يوحن فعه مال انت إلهي اللي هرقين دونه
wuxuu arkayaa uu noqon doono laba shay oo qura shay hareeraha ka xiga oo camalkiisiya iyo shay ka soo horjeeda oo naara ilaahay baynu naar ka magan gelaynaaye qofka muslimka ah waa inuu isweydiiyo ma aladii yuciinunii wayusaacidunii cala almudaawamati waalistimraari calaa maa bada'tu bihi min camali saalix maxaa igu caawinaya oo igu kaalmaynaya oo ii suurto gelinaaya camalka wanaagsan aan bilaabay inaan joogtay salaada inaan joogtay faral iyo sunni salaatuleyl inaan joogteeyo soom sunnaa inaan joogteeyo inaan joogteeyo waajib kastoo ilaahay i saaray sunnayaasha inaan joogteeyo inaan joogteeyo gudista jamiica xuquuqillah xuquuqa khalqillah bani aadam baan ahay oo kolley khalad waa iga dhacaya toobadkeenka inaan joogteeyo siduu u joogteeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu tilmaamaynaa inuu insha allahu tacaala dulmaraynaa shan arrimood oo aan isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee qofka muslimka ku caawinaaya camalka saalixa ilaahay daraaddii uu bilaabay inuu joogteeyo arrinka koowaad waaba ikhlaaska inuu camalkaagu marka hore ilaahay daraaddii u noqdo أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى مركز تو إخلاص كاغا ينية سميدة أدواء حوغة ستو توفيق ده إله بدل إسه ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه ويعينه على فعل الخير دوما إلهي وافتشنتي سواحة كميدة دونك وافتشيو إنو إلهي كعاوي وكالميو سمينت خير كسيتوك تاو سمينت حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى إلا قيرد أي إيمان يسوى إلهي سبحانه وتعالى وكلك المائي أرنك اللبات إخلاص كوح سهلا معه وأرن أباها في رد إرادة ددال شوك تاء وأرن أباها كرمير يكا ورهين أنك لقعلهين وأرن أباها نفتين لقلت هذا way amalkan saalix ah naftu in dheer garad ma waa in dhow garad inta badan waxa ay dheeftiisa aragto ama isla si degdeg ah u helaysaa bay ku dadaashaa laakiin amalka saalix ah dheeftiisa u weyni meel kale oo inaga qarsoon oo hadda inaan gaadhin bay ka dhacaysaa marka qof ilaahay siiyay quwwatul iimaan wa quwwatu tacalluqil qalbi billaah أيوم باي خلاص كود ذلك كره أرنك لبات مجاهدة النفس على فعل الخير نفط وسيد جيت كا ير إصابة حياة دي لس كده يردين عدون أبو بحية دي لتوس توس يلا دي سنة ست توس أبو بحية وسيد المها ير الناس كشقية دي لو داين واسك وضع يسقو وين هو يصف الإنسان كشقية نور على جيالة هدي لقى جوين واقع جوايا نفط وسيدة سوى كلام هدو قفكو وقانك أسيدا يوم يلحم بي مرسا إن نفس الأمارة بالسوء ساسا نفوها يبدنيهين إن إذاتك وناقة كفر إنسيان حمانتنا أمران ويكون ريحان قفا نفتي سلتي هادين ويساقوا أنه قانك وقابا وأن لد دال وإيادة أن تهاد كنبتا لقلني الرماين شيقين نقاري مايو نفط هذا مركز لتي هادو إلهي وحو سبحانه وتعالى كوغو عاوين أيها عمل وناك سنوات بلوضينا تشوكتيسو الباب هذا خير كايا كفر مايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين كوو النفوه ودى إلهي دراد ولا جهادي إلهي وحو الله وحانو كوهانو لنا ودوينك خيرك وحانا مركز دنباي قاريا درجة الإحسان ومراتب الدين تمرتبط أسر ريساعة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن إلهي كعابد مقام المشاهدة صدرك تيدو كلي دا تاوس وقد عدنا مقام المراقبة هذا مر والبحصوصا إلهي نكواركي كوغي هاي حال كاق إلهي نلصع دا مرنا بانت كقرسون هاي وإن الله لمع المحسنين تانا محين نقونسا نتيجة ديدو ولك درجة الإحسان قادو أن يكون الله معك في كل مكان وزمان وعلى كل حال إن أنه توقف إلهي مرول بولة شيرو يا مالول يا حالتك استوكو شيرو
أرنت صدحات إنك استوى عدد أشو بني آدم ضعيف وتقدر باطح لا حول لك ولا قوة إلا بالله أود أد حالك بدشو متكلا أد جورتو يا حيلتها أد كصما يسوا من نوم الليل اسكو في الله عن شوقف بني آدم وقاري متشرو وإلهي كم أرمى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ضدوا إذنك أياك وإلهي مباهن سيتشوكتا إلهي بها كان عندنا مباهن العدو اللي بها مباهن طاي وعلى رنتك قاريسا إن هذا إلهي سبحانه وتعالى سيتشوكتا كالما ويديسته وإلهي تلصارته ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي ندعو سكته وحكستونا أكثر مركات دون سينات بلوضة أن تكون في قلبك ثقة كبيرة بالله إن هذا إلهي سبحانه وتعالى سوين ودميستران أدوك الصنطاحي أدوك مروال باس بابتنا شرعيقانا أنك تقاين إن هذا إلهي سبحانه وتعالى عمل كستوات سمين يصفر الإيه السنة أدك الموي ديسته ومرنبا حصوصنا أنت إلهي يقريتان كأود ديسه يتاك دردات وقلبي أغاني كفاروقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحي واحتركوا لك الددال أود دادنا اسكوها اللين إلهي كالميسو وعلم النبي معاذا بعدما أخبره أنه يحبه في الله أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رسولك وحكور إلهي دردي من كوتش علي تاوغي تلقي ما بضن بانكو سينية صلاة كستد بيض واحد ترادا إلهي وحسك آغي وكالمي الذكر هو الدين كله والدين تردن بذكريه الأعمال الصالحة كلها هو ذكر إلهي ما هدنق نعم كاغان كما هدنق وكالمي إلهي وحد وكالمي ساسفي عن إنكو عابد حسن العبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى بالإحسان وإن إلهي إحسانك عابده ومعني صهرين وشيقني أرنك الشنات ومجالسة أهل الخير والعبادة الدوماء إلهي سكو بدماها قال إلهي بيكو إلاو سيني يعني هذا ظفر استهدى الكودة بقيسته حدا ظفر ستو دقن كود يفعل الكودة إيكتو قار نمركات سيدا وإيكتو إياد إلهي حسوسان إسا نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام تارشي فقال أحب العباد أو أفضل العباد من إذا رؤوا ذكر الله الدوماء وحاو فضل بضن كوا مركا يقال لارك إلى إلى حصوصت وحكوش شاقي ذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام نبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مركا الله أركو إلى إلى حصوص انتري الدوان كقلب قيسو إلهي وكوح رياي إلهي سبحانه وتعالى حصي يراقب الله أهم جيس وهم الآخرة وياهي مرك الله أرك إلهي بالغو حسوسانية دار الآخرة الغو حسوسانية تدك غير كود موجدها الدويون بيكو دحقليني ولا يذكرونك بالله إلهيكم حسوسانية غير كود إلهي سبحانه وتعالى كحسوسانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نبي محمد بإلهي سيدا كوير وحد نفت هذا كصبر سيسا لتشوق الدوامها إلهي إلهي عابدهاية إلهي وحيدة يكليرية إلهي حصية برية يقلن هر يقلن دبابا ولا تعد عينك عنه إلهي ردد الدوية هنا الدوية هاي سنة وقيت أما مناصب إن راهو يانا كاللالين وأهل الدنيا إن راهو يانا اللالين والله كوه اللي تشوك قودة أياد كو انتفاعيسة في الدنيا والآخرة وإيمان كاقو كو زيادية أهل الدنيا عندها أدل لنا يسوع إلا كل أن كود أت كفر حي سنة وحلاق يا بينك خسارته جليس الصالح صاحبك وناكسن إلا الفريسته وناكسن رسولك عليه الصلاة والسلام حش يا جاي مر والبلد شو قيس إلا فريست كيسة إلا هو انتفاعي أرنك لحد وتذكير نفسي بالموت وين تسيت وقتها نفط هذا الجريدة وحصوص قف بقف كو جريدة وحصوصنا بدي هاي كعقل بدي وآخره وقد يارجروبي أوجي هاي وأدوية وقد زهدي بدي هاي
وكري النبي عليه الصلاة والسلام مركي لودي منك يا سناس تذكي يا عقل بدن. قال أكثرهم ذكرى للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. تذكى واحد وعقل بدن كوا جاردة وحصوصا أنت بدن وقونا ديار قروبيوك كوا سا كوا اندار قردك شرفت الدنيا وحا شرف يا كرامة وحا دي لها اكتز الشرف يا كرامة كجيالا نسو إن أكرمكم عند الله أتقاكم كوا سادادك لو قديري كرامة دي ماموس كإلهي آخرة ودقي وأصناف النعيم التي أعدها الله في الجنة كواسي أيادتك كلوغه الرئي وغديري غيري ده هداد حسوسنا توحي صابي سا إن أدمر والبكود داشو وصاحي قادة شدا وحكا دنبايا وحكا استواد سلادي غيري ده دبادي بكودي بدونا إن أتسدك دقو دخصاوغة طوبت كنتو ولهذا برسولك عليه الصلاة والسلام إن أمري حسوسنا انت غيري ده إن فربض إنو أكثيرو ذكرى هذه من لذات فربضية كمعمعان كتشراء حسوسنا انتيسا وحيابها قيريدة لغو حسوستي أمهم سن إنه محمدنين قلت لي وحكم إذا زيارة المقابر حبالا إنه بوقنه فزوروها فإنها تذكر الآخرة في رواية تذكر الموت قبورها بوقضة آخرات كحوص سنسان قيريدة آيات كحوص سنسان أدونكو وإنه نفتي سسيدة بغو حسوسيه مركة ودنته واحد الدنيا ده يا الله أنفعي إينا نجرين وحط ريا عمل كي صالحة هاي وسميه مياني تاسينا وإينا كل اللي صار إنه ددالك أبدا قليه سيدو آخر وقصهي قاد الله وتزود فإن خير زاد التقوى. اللهم يا ربنا اللهم يا الرحمن يا الرحيم اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا للتزود إلى الآخرة إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين الذي أنزلته على رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم علم جاهلهم واهد ضالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.